إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الدعاء هو العبادة، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الدعاء من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات، الذي يتقرب به إلى رب الأرض والسماوات. والله جل وعلا قال، وقوله الحق: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله جل وعلا قريب من عباده، يستجيب الدعوات ويفرج الكروبات سبحانه وتعالى وعز. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام علموا قدر الدعاء وقيمته، ووصفهم الله جل وعلا بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين. وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أكمل الأنبياء دعاءً لربه جل وعلا، يدعو الله قائماً وقاعداً وعلى جنب، يدعو الله في جميع أحواله وشؤونه وأموره صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا المسلم ينبغي له أن لا يعجز عن الدعاء وأن يكثر من الدعاء. وقد ورد في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. والدعاء عباد الله له شروط، وهناك موانع للدعاء، فينبغي على المسلم أن يعتني بمعرفة هذه الشروط حتى يعمل بها وبمقتضاها، ويتجنب الموانع حتى لا يفسد على نفسه الدعاء. ومن أعظم الأمور التي ينبغي أن تكون حاضرة حال الدعاء الإخلاص لله جل وعلا، أن يكون دعاء العبد مخلصا فيه لله جل وعلا. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمر الثاني: أن يكون الدعاء خاليا من الألفاظ الشركية أو البدعية، ذلك أن مثل هذه الألفاظ تفسد عبادة الدعاء كما يفسد الخل العسل. الأمر الثالث: أن لا يدعو الإنسان بإثم ولا بقطيعة رحم. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو بقطيعة رحم. فمن دعا بإثم أو بقطيعة رحم أو اعتدى في الدعاء فلا يقبل الله جل وعلا دعاءه. كذلك عباد الله، من الأمور الهامة التي ينبغي للداعي حال دعائه أن يستحضر ما فيه، أن يستحضر ما هو فيه، وذلك من إخبات القلب وسكينة النفس وخضوع البدن وتذلله لذي الجلال والإكرام جل وعلا وتقدس. ولأجل هذا كثير من الناس يدعون ولا يستجاب لهم، لأنهم يدعون بألسنتهم فقط دون حضور قلوبهم،
ودون استشعار ما يدعون به ربهم سبحانه وتعالى. ومن المهم جدا أن الإنسان وهو يدعو أن يستحضر هذه المعاني. كذلك عباد الله، من الأمور الهامة في مسائل الدعاء إحسان الظن بالله عز وجل. ولذلك في الحديث القدسي: أنا عند ظني عبدي بي. ولذلك المسلم يجب عليه أن يحسن الظن بربه في جميع شؤونه وأموره، وفي ظاهره وباطنه، وعند الدعاء يثق بأن الله جل وعلا يستجيب دعاءه، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق، وقال: ومن أصدق من الله قيلا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنواع الاستجابة، كما صح بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد إذا دعا إما أن يستجيب الله له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثل هذه الدعوة، وإما أن يبعد عنه شرًا عظيمًا في مقابل هذه الدعوة. ولا بد للمسلم أن يحسن الظن بربه، فليس هناك دعوة تذهب ما دام أنها قد توفرت فيها الشروط وانتفت الموانع. ومن ذلك عباد الله الإلحاح على الله بالدعاء، فلقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يلح على ربه جل وعلا بالدعاء ويكرره كثيرا صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله جل وعلا يفرح بدعوة عبده حينما يدعوه وحينما يلح عليه بالدعاء. هكذا ينبغي للمسلم أن يكون مع ربه في حال الدعاء، وأن لا ييأس، وأن لا يقنط، وأن لا يستعجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي. كذلك يتجنب الإنسان المحرمات التي قد تكون سبباً من أسباب موانع الدعاء، ومن ذلك أكل الحرام عافانا الله وإياكم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله له وهو قد انغمس في الحرام؟ نسأل الله العافية والسلامة. كذلك عباد الله الإكثار من الدعاء في حال الرخاء والنعماء سبب من أسباب إجابة الدعاء في حال الشدة واللأواء. وفقنا الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهدانا وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الدعاء في مثل هذه الأوقات يتأكد، لا سيما مع هذا الوباء ومع هذه الجائحة التي ابتلي بها العالم بأسره. ولذلك ينبغي لكل مسلم أن يدعو الله جل وعلا برفع هذه الجائحة وبرفع هذا البلاء الذي عم وطم وأتى على الأخضر واليابس. ولذلك واجب على الناس جميعا أن يدعو الله جل وعلا برفع هذه الجائحة وهذا الوباء. فالله جل وعلا قال، وقوله الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولا يعجزن امرؤ عن الدعاء، ولا يقولن امرؤ من أنا حتى أدعو ربي جل وعلا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره. فرب دعوة من إنسان في جنح الظلام وفي سجدة لله ذي الجلال والإكرام
يستجيب الله جل وعلا ويستجيب الله جل وعلا بها استجابة عامة يرفع بها هذا البلاء. ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم لا يستصغرون أنفسهم مع هذا الدعاء، ويدعون الله جل وعلا ويحسنون الظن به سبحانه وتعالى. فادعوا الله عباد الله، ادعوا الله مخلصين له الدين، ادعوا الله جل وعلا في حال رخائكم وفي حال لأوائكم يستجيب الله جل وعلا لكم. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه، فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأيها بكم أيها المؤمنون فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحمِ حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً سخاءً رخاءً مطمئناً، وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. ووفِّق اللهم إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيِّده بتأييدك، وانصر به دينك وأعز به كلمتك، واجعله نصرًا وعونًا وردءًا للإسلام والمسلمين. ووفِّق اللهم جميع حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن البشرية جمعاء، اللهم ارفع البلاء عن البشرية جمعاء، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.